المغرب بالفعل بذل مجهودات خلال السنوات العشر الأخيرة للقضاء على ظاهرة سوء التغذية، ومع ذلك الأرقام لا تزال مخيفة. ما هو السبب؟ المغرب والسلطات أو الحكومة المغربية لعبت أدوار كبيرة بالتخفيض من هذا المعضلة ما يسمى بسوء التغذية، حيث كان هذا الرقم يصل إلى 11 مليون مغربي يعانون من سوء التغذية. بالطبع اليوم الرقم لا زال مهولا بالنظر بالطبع إلى ما يسمى بسياسة السياسة الفلاحية التي ينهجها المغرب. نعم، بخصوص الحكومة، ما دور الحكومة سيد علي في مواجهة هذه الظاهرة، وهل بالفعل هناك خطوات جادة على الأرض لتقديم المساعدة للمحتاجين؟ هناك ما يسمى بمخطط الأخضر للفلاحة لدى الحكومة الحالية، لكن يتبين أنه ما بين سنة 2016-2017 بسبب سوء التغذية نلاحظ في المغرب ارتفاع وفاية الأطفال ما دون سن الخامسة بشكل مقلق كذلك. هذا يعني ماذا؟ راجع أساسا إلى السياسة الفلاحية والغذائية وضمان الأمن الغذائي للمواطن المغربي وخاصة بالنسبة للأطفال.